نحن ندعو جميع المؤمنين إلى التضامن مع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ونهيب بالجميع أن يتماسكوا وأن يكون موقفهم واحدا من أجل معالجة هذه القضية التي طرأت والتي لم تكن محسوبة. وكذلك ندعو العقلاء في البلد أن يعملوا على إلغاء مثل هذا القرار، لأنه قرار لن ينتج خيرا لهذه البلد، سوف يجر إلى الكثير من الأزمات والمشكلات التي قد تودي باستقرار وأمن البلد الذي لا يقبله ولا يرضاه أحد، وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. نسأل الله أن يحمي البلاد من الانزلاقات، وأن يحمي البلاد من كل ما يوجب تقويض أمنها واستقرارها.